طيب كمثال، لو عندي differential equation بالشكل ده كده، وبتكلم على ان انا عايز احسب impulse response بتاعي، impulse response واليونت ستيب response. اوكي، فبيسك لو انا بصيت على الايكويشن دي واسيومينج زيرو انيشال كونديشن عشان يبقى لينير تايم انفاريانت سيستم، هنقدر ان احنا ناخد الفوريه اللابلاس ترانسفورميشن بتاع الاولاني ده، هيبقى عباره عن اس سكوير في واي اوف اس، وده اللابلاس ترانسفورميشن بتاعه عباره عن اس في واي اوف اس، ودي عباره عن واي اوف اس اللابلاس ترانسفورميشن بتاعها. دي الناحيه الثانيه هيبقى اكس اوف اس، يعني هيطلع لنا ايكويشن بالشكل ده كده. منها نقدر نحسب واي اوف اس على اكس اوف اس، فهيطلع لنا اتش اوف اس بالرقم ده كده. الرقم ده كده، ده احنا عارفين ده عباره عن اللابلاس ترانسفورميشن بتاع اتش اوف تي، اتش اوف تي اللي هي الامبلس ريسبونس اللي احنا عايزينه. فعلى طول نقدر نجيب بقى بنفس الكلام اللي احنا عملناه قبل كده، نحسب البارشال فراكشن اكسبانشن، والبارشال فراكشن اكسبانشن ده بعد كده نحوله في الاخر بالتيبلز لايه؟ لتايم دومين فانكشن. اوكي؟ طيب لو انا بتكلم بقى عايز احسب يونت ستيب ريسبونس، انا عندي اوريدي اتش اوف تي بتساوي كذا. اوكي؟ ممكن ان انا اعمل حاجتين، يعني ممكن ان انا اجي ابقى معتبر ان الحاجه اللي عندي هنا لو انا مثلا عندي الاتش اوف اس دي الريسبونس بتاع واحد بتاع الدلتا اوف تي، لو عايز احسب الريسبونس بتاع واحد على اس، يبقى معنى كده اضرب الكلام ده في واحد على اس، يبقى عندي الريسبونس بتاعت اليونت ستيب فانكشن عباره عن اتش اوف اس على اس. اوكي، او ممكن اخد ده اعمله انتجريشن. طبعا الاسهل ان انا اعمل كده، يبقى الحاجه اللي بعمل لها انفرس لابلاس ترانسفورميشن تبقى اتش اوف اس على اس. لو انا عملت كده برضه هعمل نفس الكلام تاني، اعمل بارشال فراكشن اكسبانشن، هيبقى عندي فيه تيرم زياده بقى واحد على اس بره، فيطلع لنا الاكسبانشن فيه ثلاثه تيرمز بقى، فيه اثنين تيرمز اللي هم برضه كورسبوندنج لاس بلس 1 واس بلس 2 اللي هي تبقى عباره عن اي تو ذا ماينس تي واي تو ذا ماينس 2 تي، بالاضافه ليهم الترم بتاع واحد على اس هيجيب لي هنا كومبوننت اليو اوف تي. اوكي، فالحساب بتاع حاجه زي كده في منتهى البساطه. لو انا قلت مثلا هنا كمان، بدل ما كنت قلت يونت ستيب ريسبونس قلت الرامب ريسبونس، يونت رامب ريسبونس او الرامب فانكشن ريسبونس. اوكي، الرامب هي عباره عن الانتجريشن بتاع يونت ستيب، يبقى معنى كده ممكن احسبها ان هي عباره عن اتش اوف اس على اس سكويرد. اوكي، فالاس سكويرد دي برضو نفس الكلام، ممكن ان انا بشكل ما اقدر برضو ان انا يعني اعمل نفس البارشال فراكشن اكسبانشن اللي انا اتكلمت عليه هنا دوت، ومنه برضو اقدر اطلع الريسبونس بتاعه في منتهى البساطه. طبعا هنتذكر الفرق بين حاجه زي كده والفرق بتاع حاجتنا ان احنا نحل الديفرنشال ايكويشن عشان نطلع حل، ودي طبعا حاجه كانت معقده جدا ان احنا نحل ايكويشن زي كده، وطبعا الحل بتاعنا هنا بقى ابسط بكتير، وخاصه ان احنا الجزء بتاع البارشال فراكشن اكسبانشن ده وان احنا نبص على طول على التيبل بيسهل لنا جدا الوقت اللي بنعمل فيه حاجه زي كده، يعني الوقت اللي بنحل بيه باللابلاس ترانسفورم اقصر بكتير جدا من الوقت اللي احنا نحل فيه ديفرنشال ايكويشن بالشكل ده. ناخد مثال تاني، لو فرضا انا عندي نفس الحاجه هي بالظبط. اوكي، بس انا قلت بقى ساعتها الانيشال كونديشنز بتاعتي ما هياش زيرو، يعني ما هياش كلها زيروز، يعني عندي واي اوف زيرو بتساوي زيرو بتساوي واحد، والدي واي باي دي واي باي دي تي تي بتساوي زيرو بتساوي زيرو. اوكي، فدي تعمل لي مشكله. تعمل لي مشكله ازاي؟ ان انا دلوقتي لما بتكلم على الجزء بتاع دي واي باي دي تي، زي ما شفنا من اللابلاس ترانسفورميشن تيبل البروبرتيز بتاعت لابلاس ترانسفورميشن، معنى صح هيطلع لي الريسبونس بتاعها او اللابلاس ترانسفورميشن بتاعها اس في واي اوف اس ماينس واي اوف زيرو، فمعنى كده هيبقى عندي في ترمات فيها واي اوف زيرو مضروبه في اس، ما فيهاش واي، ما فيهاش يعني في اللابلاس ترانسفورميشن ما فيهوش يعني في الاخر يطلع لي الترم بتاعي زي ما احنا شايفين كده، ترم مضروب في واي اوف اس وترم في اكس اوف اس، بس ما اقدرش ان انا احسب بقى واي اوف اس على اكس اوف اس. ليه؟ لان عندي الترم ده مش هيسمح لي ان انا اعمل كده. اوكي، فالترم دوت يعني بيسكلي هيعمل لي مشكله ان انا ساعتها مش هقدر احسب اكس اوف اتش اوف اس اللي هي واي اوف اس على اكس اوف اس. اوكي، فما اقدرش ان انا احسب هنا الامبلس ريسبونس بالبساطه اللي انا كنت متخيلها قبل كده، يعني هنا الديفينيشن بتاع اتش اوف اس ما هوش موجود لان السيستم ده ما هوش لينير تايم انفيرينت. اوكي، فهيبقى عندي تو كومبوننتس، الكومبوننت الاولانيه دي اللي هي زيرو ستيت ريسبونس، والكومبوننت الثانيه دي اللي هي زيرو انبوت ريسبونس. ويبقى نحسب بقى بالطريقه الجنرال خالص، ان انا احسب الريسبونس بتاع دي اللي عباره عن الانفرس لابلاس ترانسفورميشن للترم ده، واحسب الجزء دوت ان هو الانفرس لابلاس ترانسفورميشن بتاع الترم ده، بس ما اقدرش اقول ان انا اقدر احسب اتش اوف اس بتساوي كام.